السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم. كابتن خالد، عايزين نشرح للعيبة أو للمشاهد إزاي الواحد بيظبط النظام الغذائي بتاعه. طيب بص، انا في الاسلام مبدئيا في الاول عموما الشخص العادي او الرياضي المفروض بيكون ماشي على طريقه اكل معينه طول اليوم. احنا مش هنقول زي بتوع كمال الاجسام احنا محتاجين مثلا ان انت تشتغل مثلا 200 جرام صدور فراخ وخلافه، احنا مش حابين نخش في التفاصيل دي لان الموضوع ده بيكون صعب شويه وشاق بالنسبه لجميع ممارسي فنون القتال عموما او جميع الرياضيين، لكن بالنسبه لبتاع كمال الاجسام عشان طبعا ده تخصص عشان بيبدا يبني عضلات فمحتاج يكون الموضوع بالشكل ده. في الفنون القتاليه بيحتاج ده؟ طبعا اساسي. احنا كفنون قتاليه لما بنلعب كمال اجسام بيكون رياضه مساعده لينا. يعني بتعمل تناسق للحجم العضلي عندنا وفي نفس الوقت بس الاستمراريه الدائمه في كمال الاجسام مع الفنون القتاليه يا ترى كويسه؟ مفيش منها اي مشكله، مفيش منها اي ضرر، لان كله معتمد على التغذيه. في بعض المدربين طلعوا وقالوا ان هي ممكن تعمل يعني الواحد جسمه يتقل. لا مفيش الكلام ده، احنا النهارده المفروض بنعمل استرشات معينه، وطول ما انا شغال فنون قتاليه وشغال معاها البودي بيلدينج او الفتنس ايا كان، تمام؟ هي الفكره كلها متوقفه على التغذيه اللي هو موضوع حياتنا النهارده. طب هي التغذيه بتعتمد على كميات الاكل ولا فوائد الاكل؟ لا فوائد طبعا الاكل، ومن هنا انا عايز اقول ان احنا طبعا المفروض طبيعي ان الوجبات بتاعتي تكون بتحتوي على خمس عناصر رئيسيه بالاضافه للعنصر السادس، تمام؟ وده بيكون مره واحده في اليوم. اول حاجه احنا عندنا البروتينات، تمام؟ ثم كربوهيدرات اللي هي بتصنع يعني الكارب، بروتين وكارب، فيتامينز دهون صحيه، املاح معدنيه، تمام؟ نبدا العنصر السادس اللي احنا بنقول هيكون مره واحده بس في اليوم اللي هو الكالسيوم. احنا ممكن نستفيده من اللبن او السمسم، تمام؟ بيفضل مره واحده في اليوم، بيفضل، تمام؟ لكن الخمس عناصر الغذائيه المفروض يخشوا جسم الانسان وجبات تطلع منهم، دول موجودين في كل وجبه غذائيه المفروض بالنسبه للرياضي او حتى للشخص العادي، تمام؟ يعني لازم كل وجبه تكون بتحتوي على الخمس عناصر عشان الجسم يكون واخد كفايته من الاكل المطلوب، تمام؟ طيب بالنسبه للرياضيين، النهارده انا كرياضي لازم اول حاجه قبل ما امارس المجهود الرياضي، تمام، اخد اكلات بتحتوي على العنصر اللي هو خاص بالكربوهيدرات. النهارده انا عندي كارب، محتاج اكلات جواها كارب، تمام، عشان يديني باور، يديني طاقه، لان معروف ان جسم الانسان اول مصدر طاقه بيعتمد عليه هي الكربوهيدرات اللي داخلاه، عشان يدي الجسم طاقه فتره طويله. بالظبط. النهارده انا سيال مثلا جسمي يعتبر ما فيهوش دهون او نسبه دهون قليله، النهارده انا لو ما دخلتش لجسمي كارب بيبدا الجسم بيحرق من الدهون المخزنه اللي هي المرحله رقم 2. طب النهارده لو ما فيش دهون مخزنه بيبدا يخش على العضلات اللي هي المرحله الثالثه عشان يديني باور. فانا دايما بنصح الجميع يستهلك من الجسم بالظبط عضلات الجسم، وده بيأثر على الواحد فيما بعد. بالظبط. فانا طبعا بنصح الرياضيين عموما، تمام، وبشكل يعني بشكل عام كل الناس سواء هعمل مجهود بدني او مجهود ذهني. طب مجهود المقاتل اللي بيلعب فنون قتاليه اذا كان كونغ فو او مصارعه او اي فنون قتاليه اللي بيلعب فنون قتاليه ده بيبقى محتاج مثلا يعني مثلا لعيب كمال الاجسام في واحد بيبقى عارف بياكل خمس وجبات ثمان وجبات، يا ترى المجهود اللي انا هعمله في صاله الفنون القتاليه هيبقى محتاج اكتر من ثلاث وجبات في اليوم؟ لا بص، هي الفكره كلها ان كل ما يكون عدد الوجبات اكتر بس الكميات قليله بيكون افضل عشان ما يدخلش الجسم في مراحل احنا مش حابينها. بس في ناس لما بتسمع حته يعني اقل وجبات، احنا بنقول وجبات بتاكل وجبات قليله بس ما بتديش لجسمها الفايده. احنا عايزين نوصل للناس يعني مثلا دلوقتي الوجبه دي عباره عن ايه؟ مثلا فطاري مثلا طلب بيضات بس الفطار اللي احنا اللي انا شايفه من وجهه نظري حتى يكون فيه العناصر الغذائيه عموما، النهارده عندك مثلا طبق الفول، يعني طبق الفول اكتر رياضيين بتقدر تستخدم طبق الفول او الجبنه او البيض، النهارده ده عنصر بروتين، تمام؟ بنبدا مثلا نضيف على طبق الفول سلطه، النهارده دخلت عنصر الفيتامينز، تمام؟ نضيف عليهم زيت زيتون، النهارده دخلت عنصر الدهون الصحيه، تمام؟ نبدا العيش جنب الطبق ده، الطبق الجميل ده اصبح دخلت اللي هي الكربوهيدرات، تمام؟ بعد كده الاملاح المعدنيه اللي هي الميه، اصبح النهارده طبق ومجرد العيش جنبه ومجرد الميه اللي جنبه انا كده خدت الخمس عناصر الغذائيه اللي انا محتاجها بالاضافه لكوبايه اللبن اللي هو العنصر السادس اللي هو الكالسيوم. ماشي اوكي كده تمام. طيب بالنسبه لليوم ثلاث وجبات هل هي كافيه او ممكن زي ما انت قلت
وجبات بسيطه. هو الافضل من 3 وجبات ل 5 وجبات مسكره. احنا بنقول وجبات مش بنقول فطار غدا عشاء مثلا وجبتين سناكس مثلا سناكس معاهم في النص اللي هو مثلا اللي هو مثلا قبل التمرين او بعد التمرين بالزبط. اللي هو الباور والطاقه بالظبط. لا هي بالنسبه للجزئيه بتاعت بعد التمرين طبعا الافضل والصح ان الرياضي ياخد نسبه بروتين عاليه شويه بالاضافه لنسبه كارب بسيطه، لان بيحصل الجسم بعد التدريب حاجه اسمها هضم عضلي. انا محتاج اعوض الهضم ده النهارده فيه تلف في الانسجه العضليه، فانا محتاج اعمل تعويض تجديد تمام. محتاج اعمل اعوض زي مثلا انا دايما بقول للعيبه بتاعتي ايه عشان افهمهم بالذات الشباب الصغير. النهارده احنا لو عندنا بيت دور واحد محتاجين نخليه دورين بس البيت ده يعني على قده، فبنبدا ان احنا نهد البيت ده خالص ونطلع بدورين. نفس الفكره احنا بنتمرن التمرينه بنعمل هضم بعد كده بنطلع بالدورين يعني العضلات بتكبر. لازم نطلع احماض امينيه اللي هو البروتين، البروتين الاساسي عشان نجدد الالياف اللي تلفت من كتر التمرين. اللعب مش تمرين بس، عايزين نهتم بنفسنا اللي ما بيتمرنش ينزل يتدرب. بالشكل ده كنت الحلقه خلصت. لو حابب تتواصل مع الكابتن تواصل معاه على اليوتيوب او على الفيس وانا هوصلك بالكابتن. والهدف اللي احنا ندعم الرياضه للشباب، واتمنى لكم الخير دايما وتشوفوني في حلقه جديده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.